خوتي المغاربه، السلام عليكم ورحمه الله. اولا كنبغي نعزيكم في ديك الفاجعه ديال طنطان، من بعد الفاجعه ديال تزن تيشكا بالفعل. اليوم غادي نتقدم بواحد الفكره ان شاء الله يمكن تنفع المغاربه وتنفع بلادنا ان شاء الله في الوقايه من حوادث السير او بالاخر التخفيف منها ولو بجزء قليل. بغي نوجه هاد الرساله لجلاله الملك نصره الله محمد السادس، ومن بعد غادي نوجهها لوزير النقل والوزير الصحه كذلك السي الوردي. انا خدام في الميدان ديال الصحه في بيلوريزون في البرازيل. الحمد لله تكونت وخديت الدبلوم ديالي وخدام دابا في كون شيف دو تريش. عندنا واحد المشروع هنايا في بيلوريزون اللي غادي يساعد ان شاء الله في تجهيز طريق الطرق الوطنيه وطريق السياره ان شاء الله. غادي نوريه لكم، وفي حاله عجبتكم الفكره ان شاء الله دخلوا معايا اون كونتاكت، نوريكم لو بروغرام كامل ان شاء الله، ونجلس معكم وندير المستحيل لاجل انقاذ ما يمكن انقاذه في البلاد، لانه حوادث السير راه بزاف. باش غادي نقول لكم الله يصبر دوك الناس مساكن ديال طنطان ويصبر المغاربه كاملين. وكان عزيزي جلالة الملك نصره الله في دوك الأطفال اللي فقدناهم للأسف. غادي نوريكم هنا عندنا واحد لو سيستيم ديال الأمبيلونس من سين في أ بلس. مثلا غادي نوريكم أنا واحد ليزاكتيفاسيون هنايا. عندي تخوا كارت في الأمبيلونس، تخوا كارت، والرابعة ديال الكوردينادور. مثلا غادي نوريكم هنايا، مثلا الامبيلونس ما يمكنش ليها تمشى في حالة ما اكتيفيتها. دابا يمكن ليها الدور. عندنا الكارت الثانية هي كنستعملوها في حالات غادي نمشيو، اسمحوا لي، في حالات غادي نمشي لواحد اكسيدون كود فيغ اولا الكود الاخضر كنكتيفي هادي. الكود الثاني هو الكود الصفر اللي كتكون فيه ضحايا حوادث السير، يعني ماشي كاسر شي حاجه بحال هكا، كتخول التدخل الاستعجالي ديال الطبيب ولا الفرملي اللي نقل ديالو لصوب المستشفى. ولاكارت الثالثه كود غوج وسينزا، الكود الاحمر والرمادي، يعني ملي كتكون عندنا واحد الحاله خطيره جدا كيكون فيها شي واحد ميت ولا شي حاجه لا قدر الله. والحالات الاخرين مثلا كود غوجي يعني كيستدعيو الانتقال ديالهم لاقرب مستشفى ممكن. في هذه الحاله ملي كان اكتيفي هادي الهليكوبتر كتجي اوتوماتيكمون للمكان المحدد من طرف السونترال. عندنا مجموعه من لي ماتيريال، مثلا هذا غاديو كيمكننا اننا ندخلو ان كونتاكت مع السنترا عفوا، اللغه البرتغاليه راه عكست لي كلشي، راه خرجت لي على اللغه العربيه. عندنا هذا اللي كاين، هذا الميكروفون هذا اللي كيمكننا اننا نهضروا مع المحيط الخارجي، مثلا كانت الطريق عامره ولا شي حاجه نطلبوا منهم انهم مثلا يتجنبوا، مثلا يوقفوا على اليمين ولا على اليسار من اجل تخويل مرور لومبيلونس. عندنا لو سيستيم الغاستريامون او لا التحديد للمكان. من عندنا كذلك مجموعه من اللي شي فلاش اللي كيمكننا نتحكموا في السياره ديالنا. اليوم غادي دابا غادي نوري لكم مكان اخر، مكان ديال الامبيلونس. ملي كنشوفوا امبيلونس كنشوفوها عاديه جدا عاديه، ولكن ملي كنحلها كنلقى مجموعه من لي ماتيريال بحال هذوك اللي السي الوردي الله يجازيه بخير قدم اولا اقتنى
معدات بيو طبية اللي كتمكن الطبيب انه يمارس العمل ديالو في داخل الامبيلونس قبل ما يمشي للمستشفى. هانتوما كيفاش كتشوفوا معنا، هو ستوك ليليترو ديال الشوك، لابال دوكسيجين، الدواء. هاد 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 لومبيلونس كتخول لنا اننا نقوم بعمليه قيصريه الى اقتضى الحال هنا لداخل. هانتوما شحال من لي ماتيريال، الكيج، شحال من حاجه كنستعملوها هنايا باش ننقذوا ما يمكن ينقذوه. لو ماتيريال ديرجونس فيها بالا دوكسيجين، داكشي اللي غادي يستعملوه هنا، ليطال ديال الكسور والعمليات، الاكسجين. دابا غادي نوريكم واحد الحاجه اخرى. هاد لومبيلونس كذلك كتوفر على معدات، يعني كتساهم مثلا الى 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 نشب شي حريق ولا شي حاجه، عندنا معدات اوليه اللي كتخول لينا اننا نقوم باطفاء الحريق ولا نقدو ما يمكن ينقذوه قبل ما توصل الوقايه المدنيه تما. حيت الوقايه المدنيه هنا راه عطينا غير الحروق، اندلاع الحرائق وشحال من حاجه. هانتوما عندنا الموتور فيبر اللي كيمكننا اننا نستعملو هادو اللي عند الوقايه المدنيه، التيزوران ولا المقاس الهيدروليك، وعندنا كذلك الكريك الهيدروليك ام بي. عندنا لوستوك هنا الماتيريال مثلا اللي كنستعملوه في حالات وقعت شي حادثه في شي منحدر جبلي ولا شي حاجه باش نهبطو، لي كابل سولتي والمسيل ديالو، لي كوان ديال سيناليزاسيون. عندنا كذلك حبل الطول ديالو 100 حتى 150 متر، اللي كيمكننا اننا نهبطو للمنحدرات الصعبه ولا الويدان ولا شي حاجه، المعدات ديال الشتاء. عندنا كذلك مجموعه من التجهيزات، مثلا هذا الكاميو ديال ديباناج اللي هي خدمه مجانيه، كتحيد الطومبيلات الخاسره ولا الكاميوات الخاسره الرموقات من الطريق. عندنا كذلك هذا الديباناج الصغير اللي كيمكننا انه نحيدو او لا تدخلوا باش نقدو مثلا السيارات اللي توقفات في وسط الطريق. هانتوما كيف تشوفوا عندنا هاجي افون سعادة 32، يعني متخصصة بتدخل الاستعجال الطبي. وعندنا الغزقة طولين قاد 53 اللي هي مختلفة تماما على لومبيلونس الاولى. هذه كتساعدنا مثلا في حالة كانوا الضحايا اكثر، عدد ديالهم كيفوق جوج ولا ثلاثة، هذه كتدخل كذلك باش تساعدنا في التنقل ديالهم. انتم كتشوفوا عندهم دي ماتيريال شوية ناقصة، ولكن عندهم واحد الحاجة اخرى اللي ما عندناش في السيارة الاولى اللي شفنا، بحال دي ماتيريال هنايا مثلا. هذا كيختلف 100% على الاول اللي شفنا، هذا اللي كان عند الوقايه المدنيه في المغرب، وهذا بحالو بحال اخرى موتوسيغا اللي تشوفوا انتم مجهزه بجميع اللوازم اللي خاصنا. انتم كتشوفوا الطريق عامره، انتم بيغ 040. هذا المشروع هذا لو حبينا انه المسؤولين ان شاء الله، وعلى رأسهم جلالة الملك نصره الله ينصره، انه يعاوننا انه مثلا نقوم بانشاء هذا المشروع هذا. انا عندي فكره وعندي مؤهلات لا تخلينا انه مثلا نشرح لكم كيفاش، ولكن دابا ما نقدرش. علاش؟ حيت هنايا لي زاكسيدون كيطراو بزاف، وهاد النصف ساعة اللي عندي هي بوحدها اللي الوقت الفراغ ديالي، اللي شفت داكشي في داك الخبر المؤسف في الجريدة بقى فيها الحال،
وفكرت انه ندير هذا الفيديو هذا ونعاون الشعب المغربي ونعاون الدولة المغربية، علاش لا ان شاء الله، باش تمشي لقدام بمشاريع اللي اللي غادي تساعد ان شاء الله في الحد من هاد الكوارث هادو. يعني عندنا حنا جوج مشاكل ما لحد الان ما عرفتش علاش المسؤولين ما لقاوش ليهم الحل. المشكل الاول ديال الفيضانات، والمشكل الثاني ديال حوادث السير. مع الاسف انه عندنا الامكانيات، عندنا شحال من حاجه باش نقدروا نوقفوا هذا الشيء، هذا النزيف اللي كيكون بالنسبه على مستوى الطرقات، ولا على المشاكل ديال الكوارث الطبيعيه على راسها الفيضانات وتساقطات المطر. واخا خير على البلاد، ولكن في بعض الاحوال كتشكل خطر ان شاء الله للاسف. دونك هذه رساله موجهه لكل مسؤول مغربي، ومع احتراماتي لسيدنا جلالة الملك الله ينصره، كان ناشدكم سيدي انكم تقوموا بالواجب. عندي فكره ان شاء الله، ها هي، ويمكن لي انا نوضحها. انا مثلا في حاله المسؤولين ديالنا راغبين انه ان شاء الله، او لا عندهم استعداد يتعرفوا على هذا المشروع هذا، وجهوا لي دعوه ولا شي حاجه، انا مرحبا بكم. انا نجي على النفقه ديالي الخاصه، ونجي ان شاء الله تما ونوريكم ما سميتو. اش غادي نقول لك؟ المهم هذا مشروع يمكن غادي 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 يعاون المغرب بزاف، غادي يعاون المغرب بزاف. اللي بغيت نذكركم هو انه هذا لوتريش هذا مكون من 40 باز، كل باز كل 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 40 كيلومتر فيها باز متخصصه في التدخل الاستعجالي. المهم المشروع راه يمكن غادي يكون راه باين دابا. نعاود نجدد لكم التعازي الحاره لهذوك الناس المساكين اللي فقدنا تمايا، وتبارك الله عليكم، ونشوفكم في موسم قادم ان شاء الله الى كتاب. السلام عليكم.